منتخب تونس طبعا المنتخب العربي الشقيق بيتأهل لكأس الأمم الأفريقية من خلال طبعا مجموعته، من خلال الإعلامي التونسي أستاذ عادل بهلال ببارك للمنتخب التونسي تأهله لكأس الأمم الأفريقية. تحياتي لحضرتك أستاذ عادل. أهلا وسهلا كابتن محمد، تحية ليك، تحية للكابتن شادي، وتحية لكل السادة المشاهدين في شقيق مصر. طبعا بنبارك لحضراتكم وبنبارك للشعب التونسي والمنتخب التونسي تأهله لكأس الأمم الأفريقية. الله يخليك، واتمنى حظ كبير وسعيد ان شاء الله غدوه للمنتخب المصري في المواجهه الاخيره والحاسمه، واكيد نبارك له طبعا بالترشح ايضا. ان شاء الله كل التوفيق للمنتخبات العربيه بشكل كبير في كاس الامم. لكن خليني اسال حضرتك على بعض الامور التي يعني تصار ما بين الكره التونسيه والكره المصريه، وبالاخص اللاعبين وتعاقداتهم. احنا زي ما انتم شايفين كده، وزي ما احنا شايفين لاعبين كثر من تونس متواجدين في الدوري المصري، وان كان لاعب الترجي التونسي في الوقت الحالي حمدو الهوني كلام كتير على المفاوضات ما بين الاهلي وبيراميدز مع هذا اللاعب. صحه هذه المفاوضات من خلال الاعلام التونسي يعني من عدمه؟ والله اعتقد انه الموضوع واخذ اهتمام كبير من الاعلام المصري اكثر بكثير من الاعلام التونسي، لانه المعطيات الثابته الان في تونس وحسب التاكيدات من اداره الترجي من غير مسموح من غير ممكن انه حمدو الهوني يغادر الترجي الرياضي التونسي، لانه الترجي تنتظر عديد المواعيد، عديد الالتزامات، عديد الرهانات، وهو بالعكس من ذلك هو يسعى دائما وابدا لتعزيز صفوفه بابرز اللاعبين لضمان اوفر حظوظ النجاح في كل المسابقات والرهانات. فاكاد واجزم انه الهوني لن يغادر الترجي، وسيكون على ذمه مدرب معين الشعباني، وهو مازال على ذمة الترجي الرياضي لمدة موسمين طبعا ونصف، وهذا دليل على أن الفريق يسعى لتعزيز صفوفه ويسعى للمحافظة على كامل رصيده البشري باعتباره يطمح دائما للأفضل، يطمح للعودة للمسابقات الإفريقية كتتويج جديد من أجل الحصول على لقب آخر والذهاب إلى العالمية. فأعتقد صراحة كابتن محمد الترجي لن يفرط في الهوني ولن يفرط في أي لاعب في هذه الفترة بالذات. وإن كان الكلام زي ما قلت حضرتك، أول حضرتك ما بتتكلم على فريق الترجي إن هو عايز يدعم صفوفه، هل من اللاعبين اللي ممكن يكونوا متواجدين في فكر نادي الترجي واحد زي فرجاني ساسي وعدته مرة أخرى للكرة التونسية ونادي الترجي، وفي ظل طبعا أن نادي الزمالك حتى الآن يعني أو فرجاني ساسي حتى الآن ما يعني ما جددش عقده مع نادي الزمالك؟ هو سؤال وجيه لما حال الترجي يبقى قادر على انتداب أي لاعب يرى فيه القدرة على أنه يقدم الإضافة، ويرى فيه القدرة على أنه يضيف لنجاحات الترجي. أعتقد الفرجاني الساسي، أنا كنت في مكالمة معه منذ أيام، لم يستقر رأيه بعد على أي فريق. هناك بالفعل عروض من خارج تونس بالخصوص ومن الخليج. أعتقد لدى اللاعب رغبة كبيرة للبقاء في الزمالك، لكن ربما الأمور الإدارية التي ألقت بظلالها على إدارة الزمالك في الفترة الأخيرة والأجواء المتوترة وحتى بعض الدعوات بعد هزيمة الترجي في القاهرة بالذات، أن هناك من طالب اللاعبين بأنه من لا يرغب في البقاء فليذهب، والزمالك أكبر بكثير. نعرف الزمالك فريق كبير وفريق عريق وله جماهيرية كبيرة، لكن ربما بعض التصرفات أو بعض الإشارات أو بعض الاستفزازات بطريقة أو بأخرى قد تدفع اللاعب إلى التفكير في مغادرة الفريق. ومن حق أي لاعب أن يفكر في مستقبله طالما أن الوضعية غامضة في فريق الزمالك، طالما أن الأمور المادية لم تسوى بعد. لكن إلى حد هذه اللحظة وحسب علمي الفرجاني لا زال على ذمة الزمالك، وما على إدارة الزمالك إلا حسم الأمر يا إما بالسلب أو بالإيجاب، حتى يعرف كل ذي حق حقه، حتى يعرف كل ذي طرف مصيره. الزمالك لن يقف على الفرجاني، والفرجاني أكيد كبير بإمكانياته وبمؤهلاته، قادر على أن يلعب في أقوى البطولات وأعدى النوادي. صحيح. طيب سؤالي في بالنسبة لنادي الترجي أستاذ عادل، المباراة القادمة أمام البنودية، البعض يعني البعض القادمة أو المباراة الأخيرة في هذه المجموعة والجولة الأخيرة، الكلام عن أن نادي الترجي أو الفريق هيلاعب
بالفرق او الفريق الاحتياطي بالنسبه لنادي الترجي؟ الكلام ده صحيح طبعا من خلال طبعا تواجد حضرتك في الاعلام التونسي. والله يا كابتن محمد، الترجي ما عندوش فريق احتياطي، ما عندوش فريق اول وفريق ثاني. الترجي عنده مجموعه كبيره من اللاعبين اللي متساويين في الامكانيات والحظوظ، يعني حتى شفناه في الدوري التونسي يغير التشكيل، لكن ولما تشوف انت البدري على دكه الاحتياط، لما تشوف الخميسي على دكه الاحتياط، هو لاعب دولي، يعني عديد اللاعبين الكبار موجودين على دكه الاحتياط في مباراه كبيره ومباراه تكاد تكون مصيريه، وكل مقابله بالنسبه للترجي الرياضي تكاد تكون مصيريه. فاعتقد الترجي لو يفكر بهذه العقليه ثم انه ينتصر في كل مقابلاته، ليس حبا في الزمالك مع كامل تقديرنا للزمالك، لكن من اجل الدفاع عن الالوان، ومن اجل الدفاع عن حظوظه، ومن اجل الدفاع على تاريخه، ومن اجل الدفاع على موقعه وعلى هيبته الكرويه الافريقيه والعربيه والوطنيه. صحيح. فاعتقد الترجي سيتعامل بجديه مع هذه المباراه ككل المباريات الاخرى، واعتقد ما قدمه المنتخب التونسي امام المنتخب الليبي، لانه سمعنا ايضا كثير من الكلام اللي يقول ان المنتخب التونسي سيهدي وسيفرط وسيلعب مباراه شكليه مع المنتخب الليبي، لانه المنتخب التونسي ضمن الترشح. لكن شفنا المنتخب التونسي تالق في ليبيا بالغازي بالذات وفاز بخماسيه كامله، دليل على انه الكره التونسيه لا تعتمد مثل هكذا اساليب، والمهم ان شاء الله يترشح. صحيح. مع الترشح. وده كان كلام كابتن معين معايا يا استاذ عادل، يمكن هو كلام كابتن معين ما بعد لقاء الترجي والزمالك، دخل معايا هنا في الاستوديو اتكلم على اهميه اللقاء، وان هو ما فيش مباراه ممكن طبعا يتعامل معاها بمنظور الاستهتار او التراخي، ده يمكن كلام كابتن معين. لكن خليني اسالك بقى واخر سؤال لحضرتك عن طبعا معلول، وطبعا معلول يعني انضم للمنتخب او من خلال طبعا دكتور المنتخب التونسي تاهيله من خلال تواجده في اصابته الاخيره، وعايز اسالك ايضا من خلال معلوماتك المتواجده دائما مع اللاعبين التونسيين وتجديد عقد معلول مع النادي الاهلي. اعتقد معلول هو سفير فوق العاده للكره التونسيه في مصر، هو الان يعد احسن ظهير ايمن في افريقيا، ونحن سعداء جدا بنجاحه وسعيد بهذه التجربه في البطوله المصريه ومع فريق في عراقه وحجم وشعبيه الاهلي المصري. لم يلتحق بتربص المنتخب التونسي لانه قاعد يخصص في هذه ربما الفتره هذه للعلاج وللعوده شيئا فشيئا الى مستواه، على المستوى البدني، على المستوى الذهني، على المستوى ايضا الفني. معلول قيمة ثابتة، واعتقد انه سعيد بتواجده في الاهلي، ولا اعتقد ان هناك نية له في الخروج ومغادرة القلعة الحمراء، فاعتقادي انه سيكون مع الاهلي حسب اخر المعطيات. حتى ليا كان لي لقاء معه منذ ايام وحبيت نستضيفه انا حتى في البرنامج، لكن قال لابد من العودة الى ادارة الاهلي، فهو احترمته على ذلك. صحيح. لانه انسان محترم يقدر يعني وضعه ويقدر الفريق ينتمي له، وهذا دليل على احترافه ودليل ايضا على ربما نجاحه، لانه النجاح يمر عبر احتراف، وهذه العقليه الاحترافيه التي تذكر فتشكر بالنسبه للعبد المتالق علي معلول. استاذ عادل انا بشكر حضرتك تواجدك معنا في البريم، وان شاء الله تتواجد معنا مره اخرى طبعا للكلام على الكره التونسيه والكره بشكل عام في افريقيا. كابتن استاذ عادل ابو هلال الاعلامي التونسي.